أخيرا بعد طول إخفاء وتمويه اعترف قائد العسكر عبد الفتاح السيسي أنه تربى وولد ونشأ في حارة اليهود، وهو بيعترف كان وشه جايب ألوان. تربيت في منطقة من أقدم مناطق مصر، فيها تنوع ثقافي وإنساني وحضاري بلا حدود. خلي بالك أنا كنت بشوف في حارة اليهود المعبد اليهودي، وأقر أنه نشأ بين اليهود الذين كانوا يترددون على المعبد اليهودي أمامه. ولا حد بيقول مين اللي دخل المعبد ومين اللي خرج، ولا حد بيحاول يأذيه أو يضايقه. وقبل أن نكمل اعترافات قائد العسكر عبد الفتاح السيسي بحقده الشديد على الشعب المصري المسلم، وجدنا أمر صادم جدا، وهو أن جميع قادة العسكر من عهد محمد علي مرام بجمال عبد الناصر والسادات ومبارك حتى الآن ربوا في أحضان اليهود والمسيحيين الأجانب وهم أطفال صغار، وهذا هو شرط توليهم حكم مصر. لخصه الدكتور مصطفى الفقي في أنه أي حاكم لمصر لابد ترضى عنه أمريكا أمة مسيحية وإسرائيل أمة يهودية، أما الشعب المصري المسلم فرأيه ملوش لازمة. رئيس مصر القادم لابد أن يأتي بمباركة أمريكية ورضاع إسرائيلي. ووجدنا أحد قادة العسكر تربى في مدرسة مسيحية، كان أول وزير حربية للعسكر بعد عام 1952، قال إن الهدف من تربيتهم في المدارس المسيحية الأجنبية هو إما تنصيرهم أو جعلهم موالين للمسيحيين واليهود الأجانب. درست في المدرسة الفرنسية التي تدعى مدرسة الفرير، لأنه هي دي كانت أول خطوات الاستعمار الفكري عندما فشلوا في أن يحولوا المسلمين عن إسلامهم. أما محمد علي مؤسس التنظيم العسكري تربى هو في طفولته ونشأته وصباه بين المسيحيين الأجانب في أوروبا. تجارة التبغ أتاحت لمحمد علي الاتصال بالأوروبيين الفرنسيين الإنجليز الأرمن اليونانيين المسيحيين. إن غالبية من كتبوا عن شخصية محمد علي من المؤرخين قالوا إنه تولى رعايته وتربيته تاجر فرنسي اسمه ليون. أوردت صفحة ديوان الأهرام أن التاجر الفرنسي ليون هو الذي علم محمد علي عندما كان شابا أسرار ومبادئ التجارة، وجعل محمد علي الأجانب يذلون الشعب المصري. كتب الجبرتي أنه كثر الأغراب أي الأجانب من المخالفين لملة الإسلام وأصبحوا الأعيان وتقلدوا المناصب ويسيرون في الطرق وحولهم الخدم والعبيد بأيديهم عصي يطردون الناس، بل توصلوا إلى إذلال المسلمين وأصبح الشريف والعمي يقف دليلا بين يدي الكافر. أما الإمام محمد عبده فكتب في مذكراته أن محمد علي مكن الأجانب من إذلال الشعب المصري المسلم، وأن الشعب المصري بات غريبا في بلده، حتى صار كل صعلوك من الأجانب لم يكن يملك قوت يومه ملكا من الملوك في بلادنا، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، وصغرت نفوس الأهالي بين أيدي الأجانب بقوة الحاكم محمد علي، وانقلب الوطني غريبا في داره. وصل النفوذ الأجنبي المسيحي واليهودي لدرجة أن إبراهيم باشا قائد العسكر وهو على فراش الموت كان حوله 6 أشخاص، 4 منهم مسيحيين و2 مسلمين فقط. أما جمال عبد الناصر زعيم العسكر فده بقى كان تربيته على ايدين اليهود والمسيحيين مع بعض. اعلام العسكر كذب على الشعب وادعى ان عبد الناصر ابن الصعيد، وهو لا علاقه له بالصعيد اصلا، ده مولود في اسكندريه. الاكثر من ذلك ان ابو جمال عبد الناصر نفسه متربي في مدرسه مسيحيه امريكيه تبشيريه في اسيوط. اوردت ابنه عبد الناصر على موقع والدها على الانترنت ان جدها تربى وهو طفل في المدرسة الأمريكية التبشيرية، وأن قصا أمريكيا ساعده على تعلم اللغة الإنجليزية. ولما خلف الواد ابنه جمال عبد الناصر جابه إلى حارة اليهود وسكنه في قلب بيت يهودي قرائي اسمه فرج شمائيل، وظل عبد الناصر في هذا المنزل حتى التحق بالكلية الحربية وتخرج ضابطا من الجيش. حسب معلومات نبوء جدودنا ما قولونا دول كان بيت كان موسى ديان وجمال عبد الناصر. ده بيت مين بقى؟ ده موسى ديان. موسى ديان كان ساكن هنا؟ ده البيت اللي كان فيه موسى ديان، وهنا كان ساكن جمال عبد الناصر.
ان هدى ابنه جمال عبد الناصر قالت ان والدها لم يقرا كتابا واحدا عن الاسلام. اوردت ابنه عبد الناصر على موقع والدها قائمه باسماء الكتب التي استعارها من المكتبات خلال دراسته في الثانويه العامه والكليه الحربيه، ولا يوجد من بينها كتاب واحد عن الاسلام، وجميع المؤلفين اجانب باستثناء مؤلف مصري واحد. اما فكره القوميه العربيه التي صدع دماغنا بها زعيم العسكر جمال عبد الناصر فهي فكره ابتدعها المسيحيين الاجانب الشوام. فكره القوميه العربيه في التاريخ في الجذور والدوافع يتحدوا العرب المسلمين مع اتراك المسلمين ويقضوا على المسيحيين. اليازجي وغير من المفكرين المسيحيين قالوا لا نحن عرب، فهم محركي القوميه العربيه الحديثه. اما زوجة عبد الناصر فهي امراه اجنبيه ايرانيه شيعيه. كتبت ابنه عبد الناصر على موقع والدها ان امها ابنه تاجر سجاد ايراني. فيما نقل موقع قناه العربيه السعوديه عن ابنه عبد الناصر منى ان والدتها تربت في مدرسه سان جوزيف المسيحيه. وترتب على ذلك ان عبد الناصر بنى اكبر كنيسه في مصر والشرق الاوسط للمسيحيين. كانت الرئيس جمال عبد الناصر حجر الاساس الكاتدرائيه المرقصيه الجديده والهتافات المدويه بحياته وحياه الهلال مع صليب. بل ان عبد الناصر عمل قانون مفاجئ للازهر دمره. في كان فكر عند جمال عبد الناصر انه يعني يستغني عن الازهر الشريف، فكر مره انه يعين كمال الدين حسين شيخا للازهر. قالوا ازاي؟ قال ما احنا عيننا كل الضباط في المؤسسات وده مؤسسه. قالوا لا ما ينفعش. قال طب اذا كان كده نلغي الازهر. وكان قاعد عنده احمد سوكارنو فقال له تلغي الازهر يعني ايه؟ هو احنا نعرفك ولا بالازهر؟ اوعى تعمل كده. اما الحاكم العسكري الثالث لمصر انور السادات فقال في مذكراته انه تربى 3 سنين في مدرسه مسيحيه. والاعجب من ذلك ان السادات قال في مذكراته انه مدين في دخوله للجيش للانجليز. كتب السادات ان واسطته في الالتحاق بالكليات الحربية كان شخصا انجليزيا هو الدكتور فيتش باتريك. وما يفوق التخيل ان وزير الحربية استبعد السادات من الكلية الحربية، فقام المسؤول الانجليزي وكبير المعلمين الانجليزي في الكلية بإلغاء قرار وزير الحربية وإعادة السادات. كتب السادات ان والده لجأ الى الانجليزي حكيم باشي الجيش وكبير المعلمين الانجليز حيث الغي قرار الوزير والحقاه بالكلية. اما زوجة السادات فهي من ام انجليزية. امي وهي كانت انجليزية مسيحية بتصحى من النوم تسمع القرآن الكريم؟ لا، كانت بتلاقي قدامها على السرير صليب. كانت تحتفظ بصليب في حجرة نوم. حجرة نومها. نعم، يعني كانت ساعات اشوفها بتصلي في اوضتها. وجيهان السادات اتربت وهي عيلة صغيرة في مدرسة مسيحية تبشيرية. وأنا كنت في مدرسة إرسالية فكان أغلبها مسيحيين والمدرسين مسيحيين كلهم. نعم. والنظرة كانت إنجليزية وكانت صديقة لوالدتي. وهذه المكونات المسيحية الأجنبية في شخصية السادات ظهرت في عدة مواقف، منها أنه لما ذهب إلى أمريكا ترك مراته ترقص مع رجل أمريكي ويحط ضيف وسطها. إذا انتقلنا للحاكم العسكري الرابع مبارك، مجموعة من المفكرين الإسلاميين طلبوا من مبارك أن يقابلهم أسوة بالمفكرين الشيوعيين الذين يقابلهم، رد على وزير الأوقاف وقال له مش عاوز أسمع كلمة إسلام خالص. في أوائل التسعينيات قلت لوزير الأوقاف يومها يا دكتور هو الرئيس بيسمع بودن واحدة؟ مفيش غير فرج فودة وعبد العظيم رمضان وجابر عصفور وفاروق حسني، مش في علماء للمسلمين ممكن الرئيس يسمع لهم؟ قال لي انا هقدم اقتراح. فات مده طويله سالته ايه اخبار اقتراحك؟ قال لي بعظمه لسانه زي ما بيقولوا يا دكتور عايز اقول لك الرئيس مش عايز يسمع كلمه الاسلام. بس في حاجات ممنوع الكلام فيها مع الرئيس. زي الدين ممنوع. ممنوع. الموت. الموت اوعى تجيب سيره الموت قدامه. جوامع.
القرآن الحاجات دي ممنوع تتكلم في مواضيع دي لأنه عاش في روسيا كتير وروسيا أنت عارف إيه إذا لم يكن الله موجود فكل شيء مباح أما زوجته سوزان فهي مسيحية إنجليزية. نشر موقع ويكيليكس وثيقة مسربة للقنصل الأمريكي بالقاهرة كتبها للخارجية الأمريكية قال فيها إن سوزان مبارك مسيحية الديانة. ولا أكثر من ذلك أن جميع أفراد عائلة مبارك كانوا يحملون أسماء مسيحية إنجليزية وفقا لما كشفوا أحد أقارب سوزان لإنجليز. كان يقيمان لبضعة أيام في فندق كلاريجز بلندن وقد ذهبنا أنا وبيرل وحمايا وحماتي وأولادي جميعا إلى هناك. لقبنا الدكتور ثابت بالاسم ساب، أما سوزان فقد عرفت دائما باللقب سوزي، وكان منير يعرف دائما بالاسم توني، والولدان فقد أطلق على علاء الاسم ألن، وعرف جمال بالاسم جيمي. هذه هي الأسماء التي كنا نعرفهم بها دائما. سوزان مبارك تربت في مدرسة مسيحية أجنبية، فلا مانع من أن تكون سوزان مبارك مسيحية فهي حرة، لكن المرفوض أنها تخفي ديانتها عن الشعب المصري المسلم ثم تقوم بمحاربة هذا الشعب في دينه من خلال أنها تشكل وجدان وعقل جميع الشباب المصري الموجودين حاليا من خلال مكتبة الأسرة وتطبع لهم كتب الشيوعيين أو من خلال برنامج عالم سمسم الأمريكاني. نشرت صحيفة الأهرام التابعة للعسكر خبرا أن برنامج عالم سمسم الموجه للأطفال المصريين المسلمين ممول من أمريكا، وأن لورا بوش زوجة الرئيس الأمريكي زارت تصوير إحدى حلقات هذا المسلسل. وبلغ حقد سوزان مبارك على الإسلام إلى درجة أنها منعت مسلسل تلفزيوني لأن فيه ممثلة محجبة. عندي معلومات أنه السيدة سوزان مبارك وقفت ضد هذا المسلسل. قال لي على فكرة ده الهانم، هما كانوا بيقولها الهانم، طلبت انها تشوفه. فلما شافته قيل لي انه اترفع على طول من الارضي وقالت ده ما ينزلش الارضي من على الخريطة علشان ده الحجاب شيك قوي واحنا كده بندعو للحجاب، فدي دعوة للحجاب فده ما ينزلش. ونجد شيئا مقصودا، هو انه جمال عبد الناصر الحاكم العسكري الثاني لمصر تربت في الجامعة الامريكية، ومرات السادات الحاكم العسكري الثالث لمصر تربت في الجامعة الأمريكية، ومرات الحاكم العسكري الرابع لمصر مبارك تربت في الجامعة الأمريكية، وولاد السادات وولاد مبارك تربوا في مدرسة مسيحية هي مدرسة سان جورج. وبعد اغتصاب العسكر للسلطة من الشعب في 3 يوليو أصبح المسيحيين المصريين أعلى شأنا وعندهم حصانة، أما المسلمين المصريين فأصبحوا أذلاء مهانين. لذلك نجد أنه في أي كمين جيش تجد ضابط الجيش واقف في عامل لك فيها راجل وشديد لك صدره كده، أول ما يخش عليه مواطن يلاقي في إيده الصليب تلاقي ضابط الجيش عملها على نفسه، قول له اتفضل يا باشا اتفضل سعادتك. أما بقى لو لقاه مسلم حتى لو ما كانش بيصلي وما بيركعهاش فيقوم ملطش له قلمين يقول له أنت مش عارف أنت بتكلم مين يالا، ما تقف عدل يا روح أمك. شان ماشي بالتوك توك الظابط جاي وراه عدني يا ابني، قال له ايه يا ابني دي، قال له عدنه وخلاص وشتم لفظ وحش باسم امه، قام قال له انت بتشتم امي، قال له ايه وبشتمك ولو ما عدتش هوريك نفسي، انت ما انتش عارف انت بتكلم مين. طلع المسدس الثاني وضربه طلقتين في الرقبة. ايام السيسي انا وهو كنا ماشيين مع السيسي وبقينا نمشي في السيسي ونعلق صور للسيسي ونشغل اغاني السيسي. الحادثة ليست الاولى خلال الاشهر الماضية، فقد قتل سائق واصيب راكب برصاص الشرطة في كمين بمدينة 6 اكتوبر، كما قتل طالب في الثانوية برصاص ضابط شرطة بعد مشادة بينهما في الاميرية بالقاهرة. تماما كما كان الاسرائيليون يقتلون ابناء الشعب المصري بسهولة جدا، السيسي قائد العسكر قال ايضا انه بيقتل ابناء الشعب المصري بسهوله جدا. في ابرياء سقطوا؟ ونعود لاعترافات قائد العسكر عبد الفتاح السيسي، نجده يتحدث باحترام شديد جدا عن اليهود الذين تربى بينهم في حارة اليهود،
أما عندما يتحدث عن الشعب المصري المسلم فنجد عنده مشكلة مع الشعب المصري المسلم كله. إيه إحنا في الدين كده؟ الدين الحقيقي في تقديري مش اللي احنا بنمارسه بالطريقه دي. والسيسي اقر ان عنده مشكله مع الاسلام وشتم الاسلام. انا اتصور ان الخطاب الديني في العالم الاسلامي بالكامل افقد الاسلام انسانيته. قال ان قائد العسكر قال انه عنده مشكله مع كل علماء الاسلام وتقريبا كل القيادات الدينيه لو شئت انك تكلمي فيها، وكان كلامي واضح. حضراتكم خطابكم الديني لا يصلح لقيادة الدولة. قلت لمين الكلام ده يا فندم؟ كله. زي مين؟ كله. كله. شيوخ ودعاة وأعضاء في أحزاب الدين. ما فيش حاجة اسمها قيادة دينية تبقى موجودة، لأن المفروض إن رئيس الدولة مسؤول عن كل حاجة فيها حتى دينها. حتى دينها. عشان كده لما كلمت في البداية خالص وأنا بقدم نفسي للناس بقول لهم شوفوا أنا مين. في حارة اليهود؟ في حارة اليهود؟